ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بكم يا شباب في مرنتين وانا ادري رجعنا لكم فيديو جديد وعبسيناري يا حبيبي نار. اوكي ذي وي جو. طبعا عندنا نيو ماستر از بين ريليز، كنا نعتقد انه بس اللايت لكن فاجئونا طبعا كم تو اس بالالوان الثانيه، شيء عجب صراحه. انا مره زعلان بسبب معنا اللايت بالادينز السكيلز حقته جدا تعبانه. دود كمون كم تو اس وات ذا هيل از ذس. اللايت والدارك لازم يكونوا سبيشال صح ولا لا؟ مو زي الفاير ولا يكون مثلا الفاير افضل من اللايت والووتر افضل من اللايت. للاسف الشديد يعني هذا الشيء مره احبطني. تقريبا كل التعب اللي انا تعبته وقاعدين نسوي فارم عشان نطلع الفيوجنز البلدنز راح على الفاضي يعتبر. خلينا نروح نشوف السكيلز حقتها. اوكي فيرست اوف اول عندنا اول حاجه فيرست اوف اول ايش يعني نتكلم عربي طبعا ما في انجليزي. يقول لك الجستيك سترايك بيسوي لك ستان اوكي وبيعطيك كمان هيل 10% اقل واحد ماكس اتش بي. الطياره المطار شغال 24 ساعه فيا السكيل الاول صراحه او بي مره جيده وانصحنا تدوها ريفنج من البدايه. لا ويل ولا بيلي ريفنج حطوها ريفنج جميل. طيب نشوف السكيل الثاني ريموف اول هامفول افكت اون ذا الي اند ماكس ذا الي انفيزيبيليتي فور 1 تيرن. اوكي جميل. طيب السكيل هذا ما هو اي و اي يعني مو عليهم كلهم، على الي واحد فقط يعني على شخصيه واحده. لما اعتقد انا ما عندي الماستر ده لسه ما سوينا له السمنز لسه بروجريسنج لسه يعني بتضبط احنا فيه شويه بس والله حركه شكلها جيده. يعني بتعطيك زي كلوي تحط اميونيتي وبتعطيك كمان انفيزيبيليتي اللي هو زي الشيلد هذا، بس هذه بتعطيك تارجت واحد بس فقط. بس بتشيل طبعا كل السموم، يا كل السموم راح تشيلها. اوكي يعني تنفع مع كاتولينا صح؟ ميبي يا اوف كورس انفيزيبيليتي على طول كاتولينا 100%. anyway خلينا نشوف طبعا هنا بس ما قال لي اول صح؟ اول هومفول افكت اون ذا الي and make the ally invisible يعني 1. اوكي. anyway السكيل الاخير عندنا هنا provoke all enemy for 2 turns يعني بتسحب تقريبا كل الشخصيات اللي ضدك 2 turns مرتين بيكون عليها provoke اللي هو بتسحبهم يعني يكون هو مضطر الشخصيه اللي قدامك انه يضرب البلدين هذا الشخصيه هذه فلازم تكون تانكي يعني تعطيها اتش بي مليان ديفنس لا كريت ريت. سيبك من الكريت ريت سيبك من الكريت دامج اوكي وحتى الاكيوريسي نوعا ما تحتاجها بس ما هو ذاك الشيء يعني ما تركز في الاكيوريسي. اخر ستات حقتها اكيوريسي. الموست بريوريتي عندك الاتش بي ديفنس حلو سبيد. طيب السبيد نحن نحتاجه ليش؟ انت تبي تتحرك اول واحد حلو جميل سوي بروفوك اي او اي بروفوك يعني بكذا انت سويت سي سي كنترولينج لكل الشخصيات اللي ضدك طبعا لو ما عليهم اميونيتي حلو فور تو تيرنز. اوكي يعني هذا السبيد اللي احنا نحتاجه فقط، غير كذا السبيد حيكون شيء يعني بالمعقول. اوكي حيكون شيء بالمعقول. فول سبيد هاي سبيد انا صراحه ما انصح مره هاي سبيد. والله شوف تبي تيجي تفكر سبيد كمان جدا مهم لانه تحتاجه مثلا لكاتولينا. طيب خلينا نتكلم ان احنا كيف نقدر نبنيها، ايش من الاحجار اللي احنا نحط لها هي. عن نفسي انا حاقول لكم والله جو فور فايلنت ريفنج افضل حاجه لها. طبعا عندنا هنا الليدر سكيلز ريزيست جميل 55 ريزيست بيلد باتر والله الصراحه جميله جدا تنفع ديفنس ترى استخدمها طبعا في الديفنس هتكون او بي في الديفنس. ليش؟ لانها بتخبص تخبيص بتسوي بروفوك تو تيرنز اللي ضدك حيحوص مسكين من جد ترى حيحوص بتحط اميونيتي انفيزيبيليتي سوري وبتسوي ستان عبي هيل فالديفنس انا اشوفها ان افضل حاجه تستخدم في الجلد وكمان طبعا في الارينا. هنتكلم احنا كده بشكل سريع كده على الفاير. الفاير صراحه او بي من جد يعني او بي السكيل جديد حركه جديده في اللعبه يعني كم تو اس ظبطوا الفاير. المفروض تكون السكيل هذه حقت الفاير في اللايت واللي في اللايت في الفاير هذا المفروض وهذا الصح لكنهم مخابئ ماني عارف يعني
انا كنت العب لعبه اسمها الاينت اوف سبيريت، انا اعتقد شفت فيها اشياء صراحه سمر صغور ما فيها، اللي هي واحده منهم اللي هي ثريت، انك انت تسوي تانك، يعني الشخصيات اللي ضدك مو بروفوك، تختلف عن بروفوك. البروفوك اوتوماتيك انت الشخصيه حقتك حتضرب اللي مسوي عليه بروفوك غصب اجباري، فهمت انت قصدي؟ بالسكيل الاول. لكن الثريت تقريبا يعني ايش، كل الالاينس اللي عندك اللي معاك بيختفوا كانهم انت ما تقدر تشوفهم، والوحيده تكون افيلبل انك تضربها هي التانك. اوكي، مثلا يقول البلدين الفاير هي الوحيده اللي حتكون موجوده، اما اللي معاها كلهم يصير عليهم بلوك مره ما تقدر تسوي فيهم ولا شيء. لكن شخصياتك طبعا حتكون فري، تقدر تستخدم اي سكيلز الاول الثاني والثالث، فالشخص السكيل هذا هم فشاري. شوف الليدر سكيلز، طبعا عندنا هنا الديفنس اول ماسترز جميل جدا، التايب حق الشخصيه هذه اتش بي. السكيل الثاني برضه بتسوي لنا ريموف اول هامفول افكت اون ذا الي اند ميك ذيم انفيزبل، نفس السكيلز حق اللايت بالادين. السكيل الاول عندنا برضه بيتكلم نفس الحكايه، لا دقيقه، اتاك انمي ان ستان، حلو، فور وان تيرن 15% شانس. طب بيسوي لك ستان، يو ويل جيت grant oh shit you will grant immunity for one turn after طبعا this attack will deal more damage. okay anyway not after yeah طبعا تفرق عن البلدين اللايت. البلدين اللايت بيعمل لنا heal up، هذه لا، هذه بتحط immunity. جبار باني صح، باني صح الفاير immunity، بحس انت طبعا ما تقدر تسووها بريك ديفنس وهي عامله ثريت هذاك الوقت اللي هي عامله فيه ثريت طبعا للخصم، فما تقدر تقتلها على طول مثلا، شيء جميل. فا يا الطريقه الوحيده انك تشيلها يكون معاك واحد ديسبيل يشيل البفات اللي عليها، وبعد كده طبعا يو فري تو بلاي، مو فري تو بلاي يعني، بس انه يعني لك الحريه انك تسوي اي شيء. طيب طريقه البناء هذه حقتها نفس اللايت بلدن اتش بي، طيب ديفنس طبعا اكثر حاجه طبعا تكون مبنيه على الاتش بي، لانه السكيل الاول مبني على الاتش بي، كل ما زاد الهيلث الدم كل ما زادت الضربه، حلو. فادوها طبعا نفس الحكايه سبيد اتش بي ديفنس ريزيست، ريزيست هي ما تحتاج مره كثير ذاك الريزيست لانه بتحط ميونيتي على نفسها، فما اعتقد انها تحتاج ريزيست ولا ما تحتاج طبعا لا كريت ريت ولا كريت دامج ولا الكلام الفاضي هذا، حتى ميونيتي اكيورسي ما تحتاج اكيورسي لانها ما عندها ما في اي شيء غير السكيل الاول، بتحط لك طبعا ستان وانها شانس 15%. اي دونت ثينك يعني اكيورسي حل صراحه ممتاز لها. اوكي انا اشوف فايلنت ثاني مره اقول لكم برضو فايلنت، الفايلنت اصلا يعني تنفع لكل الشخصيات، اكون صريح معاكم تنفع لكل الشخصيات، يعني اغلب الشخصيات فايلنت بيمشي معاها لان تبات تديها فايلنت، بس سبورت هذه سبورت تعتبر برضو فايلنت يا برضو فايلنت. ديسبير لو تيجي تفكر فيها ديسبير ما للاي او اي، اي شيء يضرب ضرب جماعي حلو اعطيه ديسبير، لكن كسيجنال تارجت وبتساعد التيم حقك كله ديسبير ما تنفع لها. فامباير ما ينفع، الفامباير طبعا ينفع فقط للشخصيات اللي بتضرب ضرب قوي مره تنفع الفامباير عشان تقدر تسحب الدم عالي، عرفت؟ ضربه خفيفه ما راح ياثر فيك. فريفنج ليها هي هادي اوكي ممكن تستخدم، لانه هو قال لك اول ريفنج هذيك بتسوي ستان وتعبي هي، ريفنج برضو كويس ليها نسوي ستان نقدر نستفيد طبعا من السكيل الاول حقها. فيا جي 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 اور تعطيها اميونيتي ويل، يعني اديها ويل فايلنت تطلع برضو كويسه ليها، او ريفنج يعني انا افضل ريفنج او ويل، واحد من الاثنين تدي الشخصيه هذه. اوكي طيب فين نقدر احنا نستخدم الشخصيه هذه؟ برضو في الديفنس ارينا جلد، كلهم الاثنين برضو تكون كويسة صراحة هناك ممتازة. طبعا ما راح تنفع لا في الريدات
ولا راح تنفع طبعا في البوابات العادية إلا فقط في الأرينا والجلد وور. أفضل حاجة أنا أفضل فيها في البي في بي سايد فروم ذا جيم، ديفنس كمان الستايل حقها. فا يه طيب يا شباب، نتكلم عن الووتر ونشوف السكيلز حقتها. بتقول هنا اتاك اند ستان الانمي فور ون تيرن 35% شانس. دايم كلهم كانوا 15 15، هذه الوحيده 35% بتسوي ستان. جميل جدا. يور اتاك ويل نوت لاند از ا جلانسينج هيت. طيب هذه ريفنج 100% يا شباب، تعطوها لا تدوها ولا اي شيء غير الريفنج، حتكون او بي. طيب نشوف السكيل الثاني، بيقول لك اتاك انمي 2 تايمز تو ريموف ذا بنفيت افكت with 25 75 طبعا في المية شانس each and provoke the enemy for one turn. حلو جميل جميل جدا. yeah who's this guy talking to me? No of course not Supego. He's not like, I mean he's a cool guy, he's a cool YouTuber. I mean that guy, he just said Supego he will like beat both of them. هذا كلام غير صحيح. It's wrong. It's really wrong, my friend. Jubego, it's most his. I mean, his style. It's PVE from the game, part of the game, not the PVP. He's not focusing 100% on a PVP. But ما أعتقد إنه هو Jubego حق PVP player نهائياً. طيب. Well, yes, so it's fun to watch, but it's he's not the best guy. في طبعاً ناس كثيرة أفضل منه. على أي حال مو هو موضوعنا هذا. خلينا نشوف هنا السكيل الثاني، يعني بيقول لك attack the enemy two times to remove the benefit effect. طيب زي ما قلنا لكم السكيل هذا مرة كويس مرة جميل. الكول داون أعتقد حيقل عن علين ثلاثة، يعني بتسوي لك remove benefit effect زي stripper، وفي نفس الوقت بتسوي provoke، يعني بتنظف وبتسوي provoke. جميل جدا. يعني أنا أقول لك هذه تتنك لك أم ركان بلا ركان بلا عنف كان. بتسوي الستريب للبفات حقت ركان وتعمل له بروفوك، توقف امه عن اي حاجه، لا حركات ولا كلام فاضي. فتبغى كاونتر جد ممتاز طبعا لركان، عندك هذه المزرعه. طيب نشوف السكيل الثالث يا شباب ايش بتسوي. هذه من جد فظيعه للارينا، هذه فظيعه للار تي اي من جد. هذه الشباب ترى اوكي شباب هذه فظيعه للار تي اي. حلو بتقول لك طبعا ريموف اول، هذه باسيف افكت. طيب بتنظف الاشياء اللي عليها، لو عليها ديفنس بريك عليها اي حاجه بتشيل كل السموم اللي عليها، وغير كده بتحط شيلد على نفسها. طيب 20% طبعا قوه الشيلد، هذه 20% من الاتش بي لمده دورين لكل الالاينز، مو على نفسها كمان، على نفسها على كل الالاينز بتحط شيلد تو تيرنز. وغير كده بتاخد دور. بس دقيقة هنا، كيف بتاخد دور؟ طب متى الباسيف هذه تشتغل؟ مان هي بتسوي ريموف اول ذا هيمفول افكت، بتريموف اول هيمفول افكت. هي ايش انا ماني فاهم، يعني هي بتنظف اول حاجة، وغير كذا وهي بتسوي لك اندر ابيليتي افكت تو كريت شيلد ذات بروتكت تو 20% اوف يور اتش بي اون الي فور تو تيرن، يو ويل انستنتلي ريكفر ا تيرن افتر وورد. دايم كيف يعني انا اخذ turn afterward وهي عندها اصلا وهذه passive effect، يعني ما تقدر تستخدمها. ما ادري، ممكن لو سويت لها مثلا حطيت عليها اي سم، لو انك حطيت عليها سم مثلا poisons او defensive break او اي حاجة، الباسف حقتها تشتغل، يصير بتنظف نفسها. بس انه هي طب ليش بيقول لك تاخذ دور؟ اوكي هي حتسوي كل الاشياء هذه شيء اكيد طبعا، بس يعني ايش دور؟ ما هي حتلعب اصلا، حتلعب اول ما يجي الدور حقها. مين ان شاء الله نجرب نحاول نشوف الباسف حقتها هذه ايش وضع امها. اوكي عندنا هنا طبعا اكيرسي في الجلد حتكون ممتازه للار تي اي صراحه الشخصيه هذه، وضد كاونتر طبعا لركان. يب طيب نتكلم عن اللي بعد، الشخصيه اللي بعدها الويندي ويندي. اوكي الويند ايش بتعطينا؟ السكيل الاول اتاك انستن 15% ديكريز ذا اتاك بار 30%. اوه شت 35% شانس تيم. بعتقد هذه حتكون السكيل الاول مره كويس جدا او بي، بتسوي طبعا كنترولينج شويه، بتقلل الاتاك بار 30%، تنفع ضد الرؤساء.
في تي او اي ضد الرؤساء، بس خلينا على حسب طبعا نشوف السكيل اللي فوق واللي بعده. يا اوكي ليتس جو. السكيل الثاني بتسوي له طبعا ريموف اول هم في الايفكت اون ذا اند ميك ذا ال انفيزبل فور تورترز. يعني السكيل الثاني تقريبا كل الشخصيات نفسها ما عدا هذه بتضرب وبتسوي ستريب، وغير كذا بتحط عليها بتسوي عليه بروك. يا الوينت هنا نفس الحكايه، واللايت برضو نفس الحكايه، وهذه الدارك يا هذه الدارك برضو نفس الحكايه حق الووتر، نفس حركه الووتر الووتر بالضبط، مو بيرفكت افكت بتسوي بروك. يا اوكي اوكي وي جت. خلينا نشوف السكيل الاخير. لا تكون هذا باسيف برضو نفس الووتر. anyway no it's not passive. لا طيب recover the HP of all allies healer. yo damn healer 25 each and decrease the chance of being a harmful effect. طيب hit for 2 turns create a shield that protects you to 25 HP. damn هذه يا شباب ممتازة للبرج تي او اي. انا اقول لكم هي طبعا ضد الرؤساء اي رئيس شيلها معك او بي صراحة او بي، لانه بتهيل بتسوي لك ريكفر حلو وبتحط عليك شيلد وديكريس ذا شانس اوف بينج طبعا انك تنضرب كريتيكال ضربه حرجه، فهذا شيء جبار. وهنا كمان بتنظف وبتحط انفيزيبيليتي بتحمي اي شخصيه لون ترن، وهنا بتسوي كنترول للاتاك بار، فاحتمال تكون كويسه للبي في اي سايد. برضو للبي في بي يمشي حالها، بي في بي برضو كويسه لا باس بها، بس افضلها انها تكون في البي في اي اللي هو طبعا في التي او اي في البرج عندك في الريدات. ريدات برضو تكون كويسة لا بأس بها في الريد، واحد يقدر يستخدمها او بس تعتمد عليها كمين هيلر ما اعتقد صعبة شوية. يا لانه 25% بس بتهيل، but still good masters still good masters. خلينا نشوف اخر شخصية عندنا هنا الدارك بالادينز ليونا. جميل ليونا وجنونا ومونونا ام الاسماء. طيب التايب حقها هنا ديفنس فيرست سكيلز، ان بيقول لك اتاك اند ستان ذا انمي فور 1 تيرن. دايم 85% شانس. نو 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 ريلي او ماي جاد جايز 85% شانس. انت ما انت داري كمان لسه عندها سكيلز اب ستان ريفنج فول ريفنج فول ريفنج. انا اقول لكم الان دحين ريفنج 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 من جد ادوها في ريفنج يا شباب. طيب السكيل الثاني بيقول لك ان اتاك انمي 2 تيرن ريموف، طبعا نفس السكيل حق الووتر بتضرب الانمي بتسوي له ستريب وكمان بتسوي له بروفوك، فحركه جميله. عندك دي عندك هذا بتسوي ستريب 65 استنى ابغاها. الحركة الأخيرة عندنا الباسيف. أوكي الباسيف حقتها مجنونة شباب، الباسيف حقتها من جد أو بي، يعني شيء جديد في اللعبة كمان نتكلم عنه، ترى ما هو معقد ولا أي شيء. إيش بيقول لك؟ When the battle begin أول ما تبدأ الحرب balancing the defense، طبعا بتسوي لك balance للديفنس والأتاك باور حقك. نفترض إنه الديفنس حقك مرة عالي مثلا 1000 بلس 1000 ديفنس، والاتاك حقك تقريبا نقول بلس 100، فاول ما تبدا الحرب هنا الديفنس والاتاك كلها بتتعادل. اعلى حاجه بيقول لك هنا طبعا اعلى حاجه عندك الاستات العاليه هتتعادل مع الاستات الواطيه، يعني بكذا يكون عندك 1000 اتاك و1000 ديفنس. فبكذا يا شباب هذا ممكن يكون اقوى ماستر صراحه في اللعبه. ديفنس ديفنس كريت كريت دامج، طبعا الاستات اللي تكون تحت اللي هي ما نقول عليها احنا الصب تكون HP Speed Crit Rate، لكن البين الرئيسي Crit Damage Defense Defense شباب. وادعوا لي اقسم بيات الله هتكون خنفشارية يا ولد، مدرعة مدرعة. Defense Defense Critical Damage والصبت حقتها كلها Crit Rate و Speed و HP. Alright سلم لي يا معلم. بكده لما تبنيها انت بالاسلوب هذا حلو الاتاك حقها ترى حيتعادل مع الديفنس، حتضرب من جد ضرب خرافي، ضربة حتكون من جد اوبي يا شباب. اوكي لانه انا اقول لك حاجه هنا السكيل الاول ما بيعتمد على الاتش بي، بيعتمد على الاتاك،
يعتبر انه يعتمد على الاتاك ما يعتمد على الاتش بي، لكن نشوف الشخصيات الثانيه هنا بتعتمد على الاتش بي، على الماكس اتش بي اكوردنج تو ماكس اتش بي. هذه نفس الحكايه برضو بتعتمد على على الاتاك ما هي على الاتش بي. غير الشخصيات اللي بتعتمد على الاتش بي هنا برضو جلانسنج هيد، هذه برضو ما هي على الاتش بي، هنا على الاتش بي. فعندك ايش الشخصيتين هذه اللايت فاير هم اللي بيعتمدوا اعتماد كبير على الاتش بي في السكيل الاول، اما البقيه طبعا لا، هذه تعتبر كنوكر كدمج ديلر يعني، بس تعتبر خرافيه صراحه من جد سبيشال. المفروض اللايت يكون زي كذا، المفروض ما معطينا بروفوك اي وي بروفوك، ايش الهبل ده يا عمي، ما طلع انا الفوغابون هذا الفاير وانتهينا، تو ستارز هو برضو بيسوي بروفوك 3 تارجت وده هيل از ذس، وبيسوي ديفنس بريك وبيسوي ويكنس للاتاك. يا عمي خليهم كم توس، انا لين دحين ماني مقتنع بيها ولا اني بدي الفلها صراحه، انا اكون صريح معاكم. لو بدي اطلع من البلدن حطلع انا اللي هو عندك احتاج الفاير واحتاج طبعا الووتر والويند، اوكي الويند يمشي حالها برضو افضل من اللايت، كل دول الثلاثه افضل من اللايت، وافضلهم افضلهم صراحه الدارك، الدارك او بي. فيا طيب نشوف ايش في كمان حاجه جديده نزلونا اياها كومتوس في الابديت الجميل هذا. اول حاجه عندنا الباك، تو باكس وليا اديت صراحه وورثج، يعني اللي عنده بامكانه انه هو يشتري اول سي يا جو فور ات مان جو فور ات، مره صراحه الباك جميل جدا. او افضل حاجه طبعا انا اللي شد انتباهي للاحجار الرونز يا شباب، تقدر تختار الفايلنت شيء اكيد مو فامباير، المهم الفايلنت تختار على الفايلنت سته كلها ليجندري، سته كلها ليجندري. انت لو اخذت لك الباك حق الرونز حق الاحجار هذه هو افضل حاجه، ترى اغلب يا شباب اللعبه ما هي ماسترز، اللعبه مره ما هي مركزه انه والله انا ابغى بس ماسترز وحكون افضل لاعب مثلا في سمنرز، مستحيل لا، الكلام كله في الاحجار، غير الاحجار كمان كيف تبني الماسترز حقك صح، ايش الستاتس اللي انت تدي اياها، اهم ستات تدي اياها. طيب مو تعطيه حاجات هو ما يستفيد منها، مثلا لايكا اروح اديه اكيرسي، طبعا لا زيرو اكيرسي، عرفتوا هذه طبعا من الاشياء الاولويه والاشياء المهمه طبعا في الاحجار، في كيف انك انت تبني الماسترز وكيف انت تطلع في اللعبه بسرعه. فانا اشوف سته احجار ليجندري او بي صراحه، سته هذه تكلفتها اصلا ب 300 بنفس السعر حقها اللي هم حاطينه دحين تقريبا تقريبا يعني، غير كده معطيك طبعا تختار من الليجندري اي لون انت تحتاجه، ما هو ما حيعطيك 5 ستارز 4 ستارز نسبة بسيطة انه ممكن احتمال يجيك 5 ستارز. اما الشيء اللي تحته طبعا السكرولز هذا اللي ادونا اياه الجديد جميل جدا، بيطلع لك الماستر على طول 6 ستارز يا ليفل 1. فانا اشوف الباك هذا ممتاز صراحة. اوكي الباك تكلمنا احنا عن الباك، خلينا نشوف ايش في كمان شيء جديد في اللعبة. طبعا ادونا حاجات بينفيت تقدروا تقولوا لكل الحسابات، ليفل اب ريورد كل ما بتلفل ليفل 15 بيعطوك 100 كريستال، هذا من اول احنا اخذناه اوريدي، ليفل 20 بيعطيك والين طبعا يا حاجه جميله، حاجه جميله جدا، جميل جميل. غير كذا في اشياء مره حلوه اللي هي وينه وينه او دايم شباب خلينا ويت 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 ويت، انا عارف انا سوري يعني في عندي انا ضيوف بس لازم اسوي فيديو لانه بيج اب جريت يا اشياء مره جديده طبعا نزلت في اللعبه. انت يا مزدي يا بيبي او يا ذير وي جو ذا دراجون، والله شكلها جميله المزه هو الدراجون. طبعا كل الشباب يكونوا متحصلين على دراجون ريدي. في شيء جديد كمان في اللعبة اللي هو الريورد، الريورد انا حخليه احسن ممكن من الفيديو الخاص. طيب تحصلنا طبعا يعني الحمد لله على السكيل حق الهومكلوس من جي 1 يا قبل ما انهي الفيديو يا شباب، في خبر حلو كمان
كل الماسترز الفيوجنز اللي تتحصل عليهم من عن طريق الفيوجنز زي فيرموس الباندا الفاير المسكين الغباء. في ناس كثير يعني مساكين صراحة سووا سامونز لنت 5 طلع لهم الفاير باندا ما عاد يطلعوا في السكرولز فقط متوفرين في الفيوجنز. اوكي فهذا صراحة خبر مرة ممتاز. اوكي شباب طبعا هذا كان نهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وشوفكم على خير وبيس.